متابعين قناة شوف تي في في كل مكان. السلام عليكم. أمطار الخير تتهاطل الآن على مدينة شمارة. الحمد لله ربي استجب الدعاء ديال المغاربة برزق الغيث، والحمد لله الأمطار الآن كنشوفوها في ربوع المملكة، يعني جل المدن المغربية في هذه اللحظات كتساقط فيها الأمطار. الحمد لله تمارا قبل قليل شهدت تساقطات أمطار عاصفية وكذلك نزول ما يسمى بالتبروري وهو على شكل ثلج أو حجارة. هيك سي خسير. نعم هو التبروري معروف عند المغاربة، هذه المرة كينزل التبروري قاصح شوية، قاصح وكبير يعني الحجم ديالو، لدرجة أنه في التساقط ديالو على زجاج ديال السيارة كنا كنظنوا غادي واحد الوقت غادي يتهرس هذاك. صافي كنا أصلاً خفناه من النور. نعم. ماشي صراحة، لأن هذا التبروري اللي طاح اليوم في تمارة لأول مرة كنشوف التبروري بالحجم ديال 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 الحجرة، يعني الكرة ديال الكول. إذن الحمد لله فهي تساقطات مطرية ضروري ما غيكون عندها تأثير إيجابي على المنتوجات الغذائية الخضار والفواكه، ولله الحمد من بعد التساقطات المطرية اللي كانت قبل أسبوعين كان هناك انخفاض ديال الأثمنة ديال الخضار والفواكه، وانتم كتشوفوا الضايات. هو رسالة كذلك للمسؤولين على مدينة تمارة البنية التحتية، فكما تشاهدون بأعينكم كما في العنوان ديالنا كما كنا كنتكلموا سابقا، فالتساقطات المطرية كان عندها تأثير إيجابي، كان انخفاض ديال الخضر والفواكه. كنا كنشوفوا البطاطا ب 7 دراهم 8 دراهم، ولينا كنشوفوها ب 4 دراهم. هادشي كامل بفضل الله عز وجل، بفضل التساقطات اللي شهدتها بعض الأقاليم المغربية. الحمد لله كذلك مدينة تمارة فهي الآن تشهد تساقطات مطرية اللي غتحبس علينا شحال من مرض، لأن كما كتعرفوا فالأمطار فهي كتغسل القلوب، فما بدالك أنها تغسل الجو كذلك. سي اختصير، وحنا جايين كنشوفوا داك التبروري الحجم ديالو الكبير، خفناه على الطونوبيل اللي تهرس الباربريز ولا يوقع شي حاجة الله يسر. انت في مدينة تمارة كيفاش عشتي هذه الأجواء ديال التبروري؟ هو صراحة يعني ديك التساقطات اللي كانت بشكل قوي ومكثف ديال البرد اللي هو التبروري، كانت يعني عبارة على كرات شبيهة بكرات الجولف، ولكن هاد يعني التساقط ديال هاد البرد هذا ما دامش طويل، يعني كان فقط ثواني واحد 30 ثانية، تساقطات عنيفة جدا، حتى أنه كان كيعطي واحد الصوت ديال الداوي ملي كيصطدم بالزجاج وكيصطدم بلاطوا، يعني هو يعني ديال السياره، فكان كيخلف واحد الصوت اللي هو صوت ضخم جدا، اللي هو كنا كنظنوا انه غير تهرس الزجاج ديال السياره. الحمد لله يعني هذه الفتره اللي كان فيها هذا البراد اللي هو التبروري ديال 30 ثانية ما دامش بزاف، ولكن جات من وراء واحد العاصفة مطرية قوية جدا اللي غسلات بطبيعة الحال الشوارع. كنشوفوا عير بقع ديال الزيت وديال هذا غسل ديال الشوارع، اكيد انها غتغسل حتى القلوب. غادي نتفاجأ ان شاء الله مع هاد التساقطات هذه، خاصة ان وباء كورونا كيشد ارتفاع ديالو بواحد الشكل كبير جدا. الأمطار هي مهمة لحد من الفيروسات، لأيضا تكون رحمة أيضا للبهائم، رحمة للبشر، أيضا للزرع والضرع، خاصة أننا دابا في فترة ديال الحرث اللي هو بدا انطلق هذا الموسم ديال الحرث هذا، فهاد الأمطار هذه هي بشرة خير لجميع الفلاحين، وخاصة الفلاحين الصغار اللي هما عندهم فلاحة معاشية. كنشكرك السي أنس. شكرا السي خساسير، شكرا على التدخل ديالك القيم